بقت قصة جدل مرفق بيروت وتحقيقات مرفق بيروت، شو أنا عم بقول؟ ولكن عم تستفيدوا من هذه الورقة كيف؟ لأنه قضائياً بينت واضح أنه شيعياً ضعف بالقضاء وحصرته بموضوع، فعلياً حصرته بموضوع مرفق بيروت اللي خليكم تنزلوا على الطيونة وتعملوا أزمة الطيونة، وبالتالي تمسككم بوزارة يعني المال هو تمسك أساسي لحتى ما تمشوا هيك. برجع بذكرك من وقت من لما وضع اتفاق الطائف موضع تنفيذ وزارة المالية معروف وين؟ باستثناءات كمان قبل شوي ذكرناها ومفيش حاجة لنرجع نعيدها. ربطها اليوم بموضوع التحقيقات وموضوع المرفق وموضوع رياض سلامي هو من باب خلق معارك، برجع بقول لك وهمية لا تغني ولا تسمن من جوع ولا بتوصل على مطرح. لو إن مبتدعة يعني فكرة جديدة هلأ بلشناها بقدر أنه ناقش أنا وياك بهالموضوع أنه إلى صوابية يعني طرح هذه الفكرة، ولكن أنا عم ذكرك من وقت يعني الرئيس الفرنسي مش إجا بمشروع حكومة جديدة برئاسة مصطفى أديب السفير مصطفى أديب، قداش وعلى النقاش وقتها وبقي أسرار الثنائي الشيعي الوطني على وزارة المالية وانرفعت وكان بالاتجاه يعني لو يكمل رح ضل وزارة المالية مع يعني سلم وقت الرئيس الحريري نذكر عمل بيان وقال أنه استثنائياً ولمرة واحدة. نعم طيب بس لنرجع كمان مرقت كلمة كتير أساسية أنه أنت مسلم أنه ما في رئيس جمهورية، ولكن السؤال ليه ما بده يكون في رئيس جمهورية وتحديدا أنه ما في حجة لحتى ما يكون في نصاب بمجلس النواب، دخل عامل أساسي هو نواب التغييريين، إذا كثنائي شيعي أنتم ما بدكم تعطلوا مثل ما بال2016 وما قبل ال2016 حزب الله عطل لوصول الرئيس ميشيل عون، وبالتالي ليه ما بده يكون في نصاب؟ أنا قلت بالمسار الأمور اليوم واضح رايحين على فراغ برئاسة الجمهورية. اليوم حضرتك بتعرفي والكل المتابعين بيعرفوا موضوع رئاسة الجمهورية منه موضوع داخلي فقط، ويمكن العامل الداخلي هو الأقل تأثيرا بصناعة أو بيصار. بس ما شفنا هيك بال2016 شو شفنا يعني 2016. كل دول العالم ما أثرت على قرار حزب الله بدعم بالآخر كل دول العالم وصلوا. كل دول العالم إصرار حزب الله على الرئيس ميشيل عون خلى دول العالم تغير رأيها وتسمح بهذه التسوية. طيب أوكي. يعني لو ما إذا هلأ حزب الله لو ما يصير إشارة لو ما يصير ضوء أخضر سعودي للرئيس سعد الحريري وضوء أخضر ما بعرف مين لسمير جعجع ما كنا وصلنا إلى هذه التسوية لأوصلت الرئيس ميشيل عون. اللي عم بقوله اليوم يمكن لأنه عم نعلق على الاستشارات وعلى الموضوع، بس إذا بنشوف حركة اللي عم تصير بالمنطقة بشكل عام حجم الزيارات اللي صار بين الدول اللي هي فيها عداء يعني آخر زيارة كان من أمير قطر لمصر مثلا ومن تركيا إلى السعودية ومن الأمير محمد بن سلمان عمل أيضا إلى مصر وإلى السعودية وإلى الأردن وتركيا بأربع خمس أيام صار زيارات بدهم يمكن أربع خمس سنين ما بيصير. في اليوم لملمة لمحاولة تصفير الخلافات بين الدول العربية والإسلامية المعنية بالملفات بإيران تحديدا والقضية الفلسطينية، كله تمهيد لمجيء جو بايدن إلى الكيان الصهيوني ثم إلى المملكة العربية السعودية، واللي أعلنوا الملك عبد الله عن حلف ناتو عربي، واللي أيضا بكرة كما أعلن نحن على الطريق واصلين لعندك أنه بدها تستأنف المفاوضات على الملف النووي بقطر بالدوحة بطلب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد الزيارة اللي عملها جوزيف بوريل لطهران. اللي عم بقوله أنا اللي عم حاول أقوله هذه الحركة المتسارعة في المنطقة وهذا الضغط الكبير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا ما بدنا ننسى زيارة إسماعيل هنية إلى لبنان ما بتنفصل كثير عن هذا المشهد بشكل عام وهو زيارة مضادة خليني أسميها بهذه الطريقة. بدنا ننطر زيارة جو بايدن وثمارة وبدنا ننطر المباحثات اللي بدها تصير بالدوحة، وشفنا أيضا زيارة القادمة للسعودية ثم لإيران. النتائج المترتبة خلال من هلأ لأواسط الشهر القادم هي التي تقول هل نحن ذاهبون إلى انفجار كبير في المنطقة أو إلى تسوية كبيرة في المنطقة، وبالتالي كله سينعكس إلى لبنان. طب بس أي تسوية ممكن ما تطمن حزب الله؟ هل حدا بيقدر يجبر حزب الله بأنه يمشي بأي رئيس تسووي في حال إذا هو ما كان مطمن لإله؟ يعني هل ستخرج رئاسة الجمهورية من كنف 8 أذار؟ اللي شفنا اللي صار بمجلس النواب
برجع منذكر فيهم الرئيس ونائب رئيس وأمين سر واللجان إضافة للتكليف، لا الطرف الأقوى داخل البرلمان اللبناني واللي عنده القدرة والمرونة بأنه يحرك الأكثرية حسب الموقف وحسب الملف هو الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل وحلفائهم. بالتالي لا يمكن فرض رئيس، فرض برجع بقول فرض رئيس على حزب الله في المرحلة القادمة.